عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباح ما يليق إلا بأحبابي. وسنة سعيدة علينا وعليكم على أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. ودوم تكونون بخير وسهالة وحالكم طيب وحالكم زين. لكن الحين اللي مضى وخطف وسار على ما يقولون داسته هرشاب، وكان يا ما كان العام اسمه عليكم ابوي دق الحديد هو حامي عليك ابوي بالسنة. السنة ليه تحيد عمرك متناقم وياه، ليه تحيد عمرك غاثنه، وليه تحيد عمرك مقصر في حقه، ليه تحيد عمرك ابوي ما ويبت منه، ليه تحيد عمرك ابوي ما واصلته لا في السراء ولا في الضراء. حط ابوي برنامج في حياتك انك تغدي صديق للعرب كلها وولد الناس كلها واخو الناس كلها وابو الناس كلها. فاللي تحيد منكم عمرها الاول بيعاريه، واللي يحيد منكم عمره لوتي وجمبازي وكلكتي على ما قالوا. والعرب مستاذي من يحاول السنة بشتى الطرق انه يحسن اخلاقه ويعدل وضعه. ترى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا انت يا الادمي روحك ما غيرت من سلوكك ومن سلك معيشك وسيرك ويك وتآزمت تمشي وتعد اخطاك وتراجب الحي القيوم في وصل الرحم وزيارة الصاحب والصديق والأخو، تواصل حتى اللي ما يواصلك. تبتدي سنة جديدة، لا تقول أنا بمن طبايعي ما بواصل لي ما بيواصلني، وهذا ناق مني، وهذا قبل سنين متسوي الشيء الفلاني، وهايك متسلف الشيء الفلاني، وهذاك ماخذ عني الشيء الفلاني ولا رد، كيف تبوني واصل؟ لا واصل. ترى أبوي خلاص خلاص صار هذاك. سمعت اللي قال صار دم فاسد، صار دم فاسد لا حول لا قوة. بتيل استعابي شيء مستوي من 20-30 سنة خلاص. الآدمي هذا ما بيصلح، لو بيصلح يكون التخير عنه. واصله سله وصله وصلي يا رج، لو حتى ما تيج، لو حتى ما توايج عليك، لو حتى والله انطرش لهم يردون صحوننا في وجهنا. هي سيروا لهم برايهم، شوفهم ما في خطرهم، يمكن جد ماضي منهم يمين شيء مستوي. يعني ما بغلط، ما بغلط الواحد روحه يحكم على الأشياء غيبيا. الأحكام الغيبية هذه لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اللي يعلم ما في الصدور. لكن نحن أوادم ما تعلم الآدمي هذا شو جاينا، شو مخبر فيه، شو بلا، شو مستوي عليه. حل زرع الله وعلى الله، شو بتسوي انت؟ بتصلح الكون؟ انت اصلح ما فيك، اصلح نفسك. واصل العرب كلها، واصل الناس كلها، وهاديهم وبيهادونك، ولو حتى ما يهادونك انت هاديهم. كوني البادرة من عندك انت، كوني البادرة. لا تقولي هاي الشينين وهاي البخلاء وهاي الاكرام وهاي الفعلهم وهاي يتكشفون وهاي يتلحفون وهاي زينين وهاي شو تبينهم انت؟ الهم رب، الهم رب يحاسبهم الهم. وانت يا اللي تحيد عمرك وني في الدوام، جليل صلاة، جليل ثقافة، تثقف جد عمرك، خل صلاك بربك قوية، سر وتعال وسير على العرب، احضر الميالس، احضر الأفراح والأحزان، واصل العرب. الوصل ما شي شراته، هذه بوي لغة التفاهم بين الشعوب، بين الشعوب القطاعة مرة ما تتشاهد. غد الآدمي رياضي، خلي الرياضة لايف ستايل. قول هاي سنة جديدة، سنة اهتمام بالنفس. ما عليه بتاكل بتتهلع، كل ما تشوف عينك يقين مش إذا فيك حيل وقوة اركض، بعد كان وزنك خفيف اركض، لكن وزنك لك ضن ما تروم تركض. أن ركضت بوي تكسرت الركب، ما فيك بوي على الركيض. مش كثر ما تروم خفف من الأكل، امشي عد خطاك، أكرم الضيف، خلي الكرم ثوبك وملبوسك، رب العالمين بيسر أمورك. الكرم له وايد إيجابية على الإنسان. يوم الآدمي بغدي كريم وبيرحم الصديق والرحم والأخت والأخو وخلاف أبوي الآدمي الغريب اللي من بعيد، هذا رب العالمين يساعد المحتاج وتكرم الضيف. ما شي شرات أبوي، ما شي شرات إكرام الضيف، إكرام الضيف وسد حاية المحتاج والتيسير على تيسر على المعسر، تيسر على المعسر.
وترحم حتى اللي عاطلنا شيء انت من زمان وريال ما عنده او الحرمة ما عندها دق الباب وبوي اعطوني المتيسر والمتعسر برايه الى حين ميسره او الى من صوبكم اعطوني المتيسر ما مش غلط الناس عطت خيول ورجاب ترى لا بعيب ولا بمنقول لمرأة بنار مسخ لها فترة هاي لين الحين والله محب منها مضر هاي حياتي وياها شاد بريج انا المشكلة متنقي الوة اثنين في الدنيا لكن يوزون لي يا يزيل لي معرفات جديمة عاد وياهم زينهم وشينهم كذب لكن ايش بسوي خوش دوري لكن مثله العظيم يلا بنا نص خلاف ويات طارت عماركم فقرة خدبة القهوة الماء وفاح حار ها وهذا الفنيالين بالعدد وياهشات لين حينها هذا الفنيال الأولي ها ترى القياس الفنايل الكبار ايه ايام اقول لك يا القهوة بتشارع وياك لو يستوي منك بعشرين بشرات اجل الريم تقلات ومحلا تصبت في الفنايل يقولت القهوة قمشت هذه قايتة خلاص هذا قاية المتمني الحين عاد طالت عماركم نحط القناد اللي هو الهيل القناد احط شوي وما كتر انا وكم من حبة مسمار الزعفران الرمت تركه النمون ها تشس الزعفران شويونه ها لازم ينشس هاي الساعة يكون أخير وتكون ريحته قويتي ينشس في طرف الفنيال ها تشسيته دقدق تفوح ريحته وتفوتخ شد عادر كده توصفت الدلة خلاص حينه وهذه القهوة حين وزليناها في الدلة إن شاء الله بيلس وبتفنيه كالعادة إلا ساعتين أبويه فنيال وفردة صحة فنيال وفردة صحة والدنيا مطرجة وراكبها محول مثل ما قلنا لكم لحد يشل أبوي في خاطره ولحد يلس يعاب الشيء بالشين وأبدا عاب اللي بيسوي لك شين عاب جازه بالزين وبتكسب أبوي الأجر من عند الله سبحانه وتعالى وخصيمك هذاك بيتعود ان ابوي خلاص هذا ابوي ما وراه يرجع ما بيزعل لو اسوي فيه ما اسوي مشي لو اقول ما اقول فيه بتأدبه بطريقة راقية بطريقة خلوقة بشيء تأدبه بطريقة او باخرى المهم انت الفايز تراك انت اللي بتأدبه وبيتأدب لا تحرى لو راسي يابس وادين يقولون قهوة كويت غليظة هي نعم راسي يابس ما يفسج الهين ظن التو هاضل كم الساعة عندك؟ ها؟ Good morning. كم الساعة؟ 11:10 صوت صباح الخير أم Good morning. Bonjour. ليش تأخرت؟ خمس دقايق نحن متفقين تسع ثمان أول بادي ثمانية ده كان امبارح هي وبعدين وإحنا في التاكسي قلت لي إيه؟ هي ما صير يعني يعني أنا بروم عليك أنت يعني أنت ما رامت عليك جمهورية مصر كاملة عليك نور أنت تيجي علي أكذبك والباح تعال الباح منو لاعب في الدنيا هاي كلها منو بعير هالتبعير كله يعني رم تاكل ما رم تشل ما فضل عنك مين والشاي وهاي الأشياء الخياس أنا اللي سخم وراكم مين اللي عمل حبيبي أنت أنا هي نعم أعدم رجلي لما قال اللي وكل الحاجات دي وين هذا؟ هاي فعائلك انت انت وياه الحين مثل ما كل هو انت تلقط عنيا يلا ليه العادة سايرين تريد انا ومحسن باشا شو اسمه ابوك؟ محسن باشا ابن محسن ابن محمود باشا درملي باشا محمود غانم ولا مين؟ شو اسمه ابوك؟ محمود زين محمود غانم الدرملي الباشا الدرملي باشا درملي يلا يحفظكم ويحفظ دولة الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر كل سنة وأنتم بخير إن شاء الله لا تستهبل حطها والله يا ويرك والله طرفت حق خالد يا ويرك
مازيني متوفيج. صبحك الله بالخير يا ابو محمد، وش الحال؟ عساك طيب؟ هاي قهوتك. ها اليوم ضيافه اخونا خالد الخلدي بيته. اي نعم، كتر الله خيره. قال هذا ابو محمد. فكره ما ظهرنا من الصبح والسبه هو هذا علي. أيوه. ليه تاخرت؟ انا نعم والله ما تاخرت. من 2 على الساعه 2 جيت 2:05. والمفروض الا 5 مش 5 تيجي دائما الا مش بعد. الله يتهل. يا خساره هدل اللي يعني ياس اخدمها من الصبح. يا خساره هدل الجيم. ها يتقهوة. ايه يتقهوة. بيتقهوة. الله يرحم. هي يصحى الصبح على الفحم. الفحم ليش عندك كثير دورة بشوي. المهم ابوي تمنا ظاهرين، والسبب هذا هالضيخ هو اللي اخرنا. نحن مفروض مخلصين من الصبح من الساعه 2 واحد ونص وانا ذاهب اتريا. انت اللي مخرني كذو. دقيقه واحده نسيت الساعه بيبها. طب استنى، انا اديني المفتاح. انا جبت ايه؟ اديني المفتاح اجيبها لك انا بسرعه واخد الحاجات اللي جنب الساعه بالمره. يلا 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 يلا. الله اكبر. حشي ابو اكبر. ادب ادب. ما شاء الله ما شاء الله. سمعا وطاعي. الله تصور بي ابو محمد. ها محسن عامل مؤدب يعني. لا عامل مؤدب. عامل مؤدب هو عامل عشان ربنا الكاميرا بس بعد الكاميرا بتقرا. ده انا الياس مؤدب. اوركم صوره؟ تاكل شوي. ها؟ ايه؟ الله. في شيء غلط يعني على فكرة. في شيء غلط في مين؟ في ولا في الكاميرا؟ لا. هو في الورد، في الورد. ها؟ غلط في الورد. إنه ماله؟ الفلة الحديقة الكبيرة كلها واقفة جنبيه فمتضايقة. طاغي على. طاغي. بص البق. هالمرة فور سيزن أبدعوا في ترتيب النيوير. أبدعوا إبداع جميل. ما هيك عند الأقسام الثانية شيء جميل ترتيبهم السنة. ونحن نتكلم نطري التقليم الجائر. هذا التقليم الجائر شوف حطوه الشيارة كامل. فلذاك السير في عرض والسير في شوف يدع كمي غدي. هذا مع مرور السنين مع مرور السنين التغليم الجائري يستوي مرة. يوم يشوفوا الشيارة ضعفت فوق ورقها استوى قليل سوى التغليم الجائر فاستوت هالنمونة. فتازم عكر شارات حدم العرب قصيروني ملتج باضة وعلى بيضك بيض يا سمير أميس. عند الله علينا الأول الأول لجل بس تدخل اللوبي تدفع ما وراك دونك. تدخل اللوبي مال السميرة ميس تدفع ما وراك دونك من بهانس تبهنس وانت تمشي. هي ايوه شو اللي ايوه حبيبي؟ لا حبك الريح خير ان شاء الله خير. ايه عكورنيش. المهم اقولكم اقول انزين اقولكم الوقت اللي خطف تدفع ما وراك دونك لجل تيلس اللوبي. الحين ابويا توبي يصفر ما فيه من يقول لك كم الخبر ولا وين ساير. الناس حاليا كلها في الريتز كارلتون وفي فندقنا نحن وين تونا جايين اللوبي ماله. العالم ابويا تدفع ما وراك دونك لجل تحصل كرسي. نحن وين سايرين؟ سايرين مطعم فيش ماركت في الجيزه. سير عدنا مشي ماركت شفتوا هذاك حينه فندق الفور سيزن اللي في الجيزة مشاهد انه مطعم الفيش ماركت. وهذا حين نحن في وين؟ على البحر على النيل يعني. وهذا اللي تشوفون الباركن هذا مال مهبط الطيارة الهليكوبتر. هذا بيت حياة أنور السادات. بيت حياة أنور السادات هذا مكان. كمل أبوي دهر لين الله خذ أجله وتوفى. لكن العلم عند الله. هل إنها حياة مخلفة أنور السادات هي اللي عطوها البيت ما عطوها البيت؟ هل إنه تليبوا تو عليها ولا قالوا لها شيء ولا واقعوها؟ العلم عند الله. لكن هذا بيت حياة أنور السادات
ابوي هات علم مال السعوديه من هناك، علم السعوديه انا شفته فوق البيت. انت ما تقول لي هذا بيت انور السادات؟ جديد. انزين وكيف علم السعوديه عليه؟ حطوه جديد يمكن غيان. أربلكم الله والله يا أبوكم ما حد يأخذ منهم، ما حد يرأي وكل واحد ما حد يأخذ منهم لا حق ولا باطل. عارفين بيوت الزعناء فين وبيوت المرأة، كل واحد منهم أجلب على الثاني الحارة ومش عارفين حاجة فاضي. لسه جايب الحارة. أنتوا شلكم تخطرف ويا ساير يا إحنا أجانب. محسن تتذكر يوم نسير التحرير بتاع الجامعة الأمريكية؟ جامعة الأمريكية اتخطف مجلس كانت تتصور. لا اتخطف عدال مبنى 10 سنين. شو هذا؟ هذا والله الجامعة الأمريكية، الجامعة الأمريكية، الجامعة الأمريكية والجامعة الأمريكية. الحين فين رايحين الجامعة؟ وين وين تايرين؟ عد أنت وين؟ يسعى المتحف المصري والله خافز شرط شرطي ضابط هناك هو ناطور كنه. المهم اسئله قال والله هذا المتحف المصري. قلت يعني ما بالجامعه الامريكيه؟ قال لي لا. قال لي معك ده منين؟ قلت هذا مصري. قال لي يخرب بيتك كيف ما تعرف انت مصري ما تعرف ان هذا قدامي على السك. ليش يعني هالكذب؟ ليش ليه الكذب ده؟ الاضافات لمسات مصريه. أنا أقول لعلي الحين اللي خطفنا عندنا هاي السفارة ممنوع التصوير. قال لا مش ممنوع. ها عمره ما كان ممنوع ولا حد علينا ممنوع. والله ممنوع ممنوع في أي بلد ما لا شو اللي أنا عندنا سفارة امبابة بمشي رايح جاي بالتليفون. حد قال لي يقدر يقول لا. وحين هاي الشرطة الحين يوم هد عليك لما فتن عليك المصري الشرطي سمعا وطاعا. أي واحد ممنوع يمشي من هنا. والله يا ابوكم قبضها من كتفه. قال ها شو تصور ممنوع مكاس. قلت له ابوي السفارات ممنوع حد يصورهن لا في في بلادهم ولا في غير بلادهم. لكن ما يابه الا فتنه ممنوع طبعا. انزل بس بعد ما اخذت جزء لمبه وعرفت ممنوع. فور سيزن فور سيزن الجيزه. هذا نحو جايين نتغدى. هذا اللي يميز هالمطعم تجلس مشاهد النيل ها وتشاهد ابوي هاي ناكر ونكي عريس النيل. النيل وعريس النيل. شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. احلى حاجه الشوربه. كويس مش ليمون. الطعم الاول وبعدين نشوف الطعم. هي وانا صادق يعني الحين لازم يحطوا لي الشوربه سيدي يحط لها لومي لا على طول اول شيء يطعمها شويون. شافت بحم حط شافت بملح حط ملح شافت بفلفل اسود هو سيد بيحط الملح وبيحط الفلفل الاسود. محتاجه ليمون بعدين حط انما مش على طول تروح ماسك الليمون هيخلص الليمون في ليمون ما خد شويه وانت ماشي يعني. من اول يعني. يا ربي في ايه؟ مين؟ هذا اخينا مشغول قبل صباح. لازم الشوربه تخلص. هي دي اهم حاجه في الشوربه. انزين انك لازم تخلص سوائل. هي لان حرام انك انت تسيب حاجه. هي لاني مش متعود اني اسيب حاجه. انزين يلا بمسح كل حاجه. المهم انك تخلص. ايه الجمال ده؟ ايه النظاره الجميله؟ بسم الله الرحمن. شو السبب؟ لان عاده يطلب مال لحاطه فيود فاصل ايه تفاصيل يطلب حاجه مجرد انه يحطها قدامه بقى مش يقول انا اكلت كذا انما هو عايز ياكل ده لا عقابا ليك بقى كل ده وده وده ولازم تخلصه ومش هنقوم على اخر تنتوفه. ايوه وانا بسمع الكلام. شكرا. كل العفو اتفضل. مين اللي ما يسمع الكلام؟ انا والتاني لازمه. انا ما بسمعش الكلام طول عمرك. طلب من اللي من الطلبات اللي انا احبها اللي هو عباره عن حبول مخدومه بالزبده وبزبده ويسوون عليه تيشرات الثوم هالنمونه وغاوي. هذا طلبت هامور بعد من غير خلي اللي من غيرها قوم قبقوب وربيان وهذا مكود كان هذا انا يعيبني هذا والهامور. هامور شو مشر نفس الاوردر بتاعي. نفس الاوردر بتاعي. لا حبيبي انت اكو شيء مغاره وشيء صبيط وشيء مبيط وشيء سمت. ليه ولا بطريق ماله بقى ان شاء الله؟ لا مش زين حقك انت. ليه بالزبده ده انا متعود عليه. لا يا ريال نفس المكونات. ايه ده ايه اسمه ايه؟ جتنا اللي احنا طالبينها وانا قايل له انا قلت لك ايه تحط فيها؟ قلت لك تحط ايه؟ فلفل وكمون وشطه حمراء زيت زيتون ايوه وثوم
بطوم. اي قايل لابوي اي وقلت له لا تسوي اي شيء عليها جيبها هالنمونه حمراء اباها ومره على ما تشوفون. شكرا جزيلا شيخ. شكرا بارك الله فيك. كوسه مش كوسه ولا اخبار ولا حاجه عايزين نساء يوم يصير مطعم مثل هذا هم عاد يقولون بنحط الخلطه بتاعتنا ولا لا بتاعتنا ولا لا اقول لا لا تحطي شيء من بتاعكم ولا عندكم خضار حط لي اللي انا باه فاقول لك دق لي ثوم ويليلان وشويه سنوت وفلفل اسود فلفل احمر ودومي وثوم وشويه زيت زيتون وعينه ولوصه على بطن السمكه ها على ما تشوفون ودخلها بوي في الفرن يوم بتحمر اظهرها ايوه هو ده قال عن ايه؟ الليل ايه؟ الليلان ده يليلان انا اعرف الهيل اللي انتوا تقولوا سالوا الحبهان لا حق حبهان هيل ثم استنى دي واحده انت مالك انت هلا اشوف امك يعرفوا ايه الحبهان ده ولا الهيل ده يليلان يليلان اللي هو ايه بقى؟ كزبره كمون انت تسميها كمون كمون كزبره شيء كمون بنحطه مثلا على الفول هو هذا نفسه اي هذا لا انا بحب السمكه دي اللي انا بحبها ليه الله شكلك يجن موديل اللي هو انت ام موديل مش موديل ام موديل ابوي العشاء وتعشينا احلى عشاء هي العشاء في منتهى الروعه العشاء رقم واحد الخدمه والله انها كانت في منتهى الروعه الخدمه كلمه كويسه لا والله يعني عادي اقل من العادي شويه اللي يشتغلون وايدين كثير وايدين الشغيله لكن العشره ما يسوون اثنين كخدمه ايه المطعم كان في منتهى الروعه قبل حاليا لين الحين اكلهم وايد جيد لكن السيئه الخدمه احلى حاجه الرز ايه ايه تدرون على سالفه الرز؟ لا ليش قلت الرز ابو محمد طلب لنا اثنين رز انا ومصري احنا مصريين بنحب ناكل الرز مع السمك خلاص وبعدين بقى اكلنا ونسينا الرز ما جاش الرز ايه لقينا الرز جه فين في الفاتوره بس ما اكلناهوش فمن اللي انتبه انا علي لا انت انا ايه انت يا ابو محمد دلوقتي مدير المحل ايه قلت له تعالى بقى هنا في حاجه مرت علي وبعدين قلعني شكلك مشبوه ما دخلت شكلك حرينا وانت السبب هذا الضيخ هو اللي اخرنا المفروض مخلصين هذا تو جاي لنا هديه قريب هذاك بعد زين هذا صندوق في حلاوه زين من لا هذا للفنان خالد الخالدي المحترم مرحبا بكم في مصر اخوكم امجد شلبي شكرا يا ولد شلبي يلا ونزل هذا بعد يا ابوي هذا ويا هذا من عند الاستاذ امجد ولد شلبي شكرا جزيلا يا ولد شلبي وبارك الله فيك وشكرا جزيلا اي والله بس ارد على مكانه ارجع مكانه اي ولا حطها هناك مشاهد التلفزيون في وين التلفزيون في وجهه ايوه فنانه ايوه الحلاوه هم مره عداله تحت مره تحت اي عداله طرف هي بس حرف الكي حرف الكي شكرا بارك الله فيك شكرا عفوا عدلنا قصة محسن يوم قلنا عن امه لا محسن اتصل علينا وحزين بقى يا ابو محمد ضايق انت على طول بتعيط انا امي ماتت وبقى لها 3 ايام عايزين نجيب الكفن 3 ايام برميلها على جنب كده 3 ايام لا هو 3 ايام 4 ايام عايزين نجيب الكفن بعت لنا ابو محمد فلوس بعدها بيومين طلعت قلت له طب يا محسن هبعت لك طنشنا بعدها بيومين امه اتصلت هذه ايه يا ابو محمد عامل ايه ده محسن موتوسيكل خبط لبيتك ومين في كل مات ومين في كل اتكسر العيله دي مش هنخلص منها يعني شو طلع ولا حاجه كلهم زي القرود حوار كلهم حوارات ومسلسلات ربنا يطمنا عليهم وياخدهم كلهم بقى من غير موتوسيكلات ولا عربيات يا رب من قلبي انزين علي الجداوي أيوة. شو اسمها عمك ولا عمة ابوك؟ اخت ابوك رجاء الجداوي عمتك اخت ابوك ولا خالة ابوك؟ رجاء انت عايز رجاء ولا رجاء 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 اخت ابوي على طول رجاء عمتك اخت ابوك انزين
والرقاصة الله يرحمها. لا لا الحقة تحية. زين اللي ترق يعني. أيوة كانت رقاصة. الفنانة. أيوة. فنانة تحية تحية تحية. إنزين قبل ما تتوفى قالت لك تعال أو شو هذا أول ما. لا أنا كنت عايش معها. انزين كان عايش وياها انزين ماسك المفاتيح انزين واقول انزين واقول له هي متوفت كان عندها شيء لا. محسن قال ايه الباص تلقى المال وشايلهم عندي لا لا مش كلهم لا 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 بلاش الظلم انزين انت ظلمني لا شو قال شو قال محسن تشهد عليا يا ايوه شهدت على عليك سبت تحيه ادتني 64 سنة الناس كانت شايلهم عندي انزين الماز 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 لما تذهل عندك انت تجوري لا ها هو في البيت وانا كيف يعني امنك على 64 قطعة الماس انا ما تأمنش على الماس لا ولا عليا ولا على الخردة حتى لا اتأمنت ولا على الحديد بس وبعدين بس وخلاص وماتت بقى الله يرحم وال 64 قطعة الماس ماتوا الاخرين ماتوا الله يرحمه يعني طلع هذا صحيح ولا شو حوار طبعا. كان مشهد برضه من فيلم ولا حاجه على 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 كاتب فاضل كل خرطي هاي حياتي وياها مش في خروفه ابو محمد بيعملها هي خروفه انا كمان بعمل خروفه ايوه هي خروفه يا خالد خالدي يا ليت تنشر سنابي وتنزل سنابي انا سناب عباره عن تغطيات حفلات مهرجانات يوميات طب مواضيع لقاءات ابو محمد مساك الله بالخير والنور والسرور من جنيف حبيب قلبي كيف حالك شو اخبارك انت صبك ما ترد علي انا حبيبي كبر اول شيء احسن الله عزاك في اختك العزيزه الغالي هذه اختنا تعتبر كلمتك عده مرات فانت كنت مشغول في العزاء ما ردت عليك أيوة لكن الله يعينك اي والله لكن استانست يوم شفتك فرحان وشفتك في مصر نورت مصر يا بيه سبحان ربي كمله بالجمال سبحان ربي كمله بالجمال فمن مفرق الهما إلى حد ما طا سبحان ربي كمله بالجمال سبحان مصر خيرك يا اخي خالد على تنزيل المقطع بيطلع وجهك واسفين عن ازعاج يقول يا خالد الخالدي يا الرجل الطيب الفالي فيك الخير وفيك الطيب وفيك الكرم والابتسامة المهم نفس البرنامج ونفس السير ونفس المشي وتحوف ها واحد لابس حمر واحد لابس اسود وانا ها لون جيشي وسير حوين اللوبي مال الريتز كارلتون هذا حوين زين خلاص بتمشي شوي ونه يوم بعد عادي الساعة واحدة 12:30 بنضوي بوي بيتنا بنحط راسنا بنرقد والدنيا مطرجة نتمشى ونتمشى ونعيننا الخير ها ونحوط ولا نخلي فور سيزن ولا نخلي فندق شرق ولا غرب نتري الدنيا كلها هذه مصر ما بمصر سيروا متاحف وسيروا الأهرام وسيروا حش علينا لا فينا نسير الأهرام علي إيه؟ عاوزنا نروح الهرم في التلج سكنينا ماشي هو بتلج هاي والله قوم نسير المتحف شنو بقى المتحف لا نسير المتحف ولا عندنا خبر متى عدي بالهرم عدي في الهرم من السبعينات من الثمانينات من هاك الأيام ما شفته أسير الهرم أدور عقلي أسير الهرم أسير الهرم ولا عندي خبر اي ايه انت وين ايه ما اسمع لكم صوت لا صوت انتخابات احنا اصلا فندق الهيلتون النيل الاول هذا الحين عند الريتز كارلتون الاول هذا الدري لازم كل يوم شيء زفت عروس كل يوم الشهر 30 ليله الحين عاد ايام العياد ما اشوف شيء عرايس فيعني من اجمل اللوبيات اللي موجودات في الفنادق ها يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله ما شاء الله عليكم
ما شاء الله عليكم. وهايها بعد تحفة هني عندها موجودة مالت القطار. على ما تشوفون قطارهم مالها بن يمير. فزينة تم فنان ما شاء الله، خليني كل شيء غاوي. ترتيبهم فنان يعني، أكيد فنان يعني. عياد عندهم. علي يعني تليفون، يعني تليفون من العين، من العين فيديو لك انت مت اقل عن دقيقه بنزله عقب براويك اياه. يعني اسجل معايا عشان تبعت للعين. ايش اقول له بالله عليك؟ ليش محسسني كاني اكلم مطرب يعني؟ مطرب انا مغني يعني. ما شايف، ما شايف. انا في العين دار الزين، دار العينويه. اخباركم ايه؟ احوالكم ايه؟ أكيد بخير عشان أنا موجود بينكم. فهمت علي؟ إيه. فهمت أنا قلت إيه؟ قلت إيه؟ الله ما تبي تعاطف هذا. إن أنا فيديو قديم. أنت نزلته. آه. فأنا أقول لك بنزله، شو رأيك؟ آه طبعًا جميل. الله. بزي يعني وطني. الله. تجنن. الجلابيدي عندي لحد دلوقتي ما بقدرش. يعني سريع البديهة يعني. والله الحمامي هاتوا مال مرت كارلتون، مرت كارلتون انتوا دويت خلت عليكم. لا 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 امبارح بدرشين خالد. خالد انت من قصه حطيت الفيديو، بس احط ابيك تحط سنابي عشان اللي عندك تابعون سنابي. خالد ابيك تحط سنابي تنزلوا عندك، خلي المتابعين يضيفونه. تصويري زين بنزل. طلع تصويرك زين. ويت يلا شوف تصويرك. يا سلام. ما خبرتني انت من وين؟ راشد باخر. بسم الله عليك. جيفر، جيفر الحين شو السبب الحين العالم كله كلوي هنا؟ كيف هذا الشاب واسم جيفر ولا يعرف معنى كلمة جيفر؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كم لتر شارب اليوم؟ كم لتر شارب؟ كل لق المستلق ما شاء الله. بالعافية بالعافية. سيسي على عمر السيسي. بالله تك يا حرام.